قناة اليازية والنمر الوردي. قصتنا لهذه الليلة عن آداب الطعام. قصتنا لهذه الليلة عن طفل يسمى كريم. كريم طفل لطيف وهادئ، لكن عندما يحين وقت الطعام يتحول إلى شقي. تحاول الوالدة مساعدته، لكنه يريد أن يقوم بالمهمة بنفسه. يمسك بالملعقة، يصدر أصواتا غريبة، يرمي الطعام في جميع الاتجاهات. يغضب الوالدين، لكن مع آخر هدير يصدره كريم يأخذان بالضحك. حتى الأشقاء يضحكون ويمرحون على الرغم من أن كريما شقي بعض الأحيان. قالت أمه: عندما يكبر كريم سيتعلم آداب الطعام والشراب. انتهت قصتنا لهذه الليلة. لا تنسون تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وتصبحون على خير.